ملك من ملوك الجن واسمه شمهاروش، عنده أكبر محكمة ليفضل النزاعات بين الإنس والجن. هذه المحكمة مازالت تكزيستي إلى يومنا. وين جاية؟ في المروك بيان سير، واحد المكان هكذا موحش وبعيد بزاف، يتوافدوا عليها الآلاف من الناس سنويا، والقاضي اللي تماك هو شمهاروش شخصيا. واش جماعة معكم لامين، مرحبا بكم في هذا الفيديو، وين راح نحكيو على ملك من ملوك الجن اللي عنده محكمة وموالف يحكم بالعدل بين الإنس والجن. ملاحظة قبل ما نبدا نسرد لكم القصة هذه، هاد الحكاية هادية قريتها ورشارشيت في تفاصيلها، والبلاصة اللي احنا نحكي لكم عليها نوري لكم بالتصاور وكلش بلي موجودة فعلا في المروك. وشنو تفاصيل القصة؟ كاين منها اللي بالك ما كاش منهم بيان سير، وكيما تقدر تكون كاينة منها. قاع واش راح نحكي انايا هو السرد اللي قالوه الناس وسردوه ونقلوه على هذيك البلاصة. بصح التصاور اللي راح تشوفوهم ونوريه لكم اوكور دو لا فيديو هما تصاور تاع الصح اللي صوروهم الناس اللي قدروا يصوروهم، باسكو تماك التصوير والاخر ممنوع لاسباب دوك نذكرها في لا فيديو. مالا غير اشبط هذاك الجام هذاك اللي راهو قدامك لتحت وابونتو فلاش انا ديخلي نلحقوا 200 كا، رانا قريب ليها بزاف، وميرسي بوكو على الدعم. سينو انترو. يكون كاين نزاع بين البشر بيان سير يروحوا كاع المحكمه، وعندنا الاف والاف من المحكمات هكذايا، وهادي عفسه سهله بزاف. بصح الامر مختلف كيكون نزاع بين البشر والجن. وين تروح؟ كيفاش تفك نزاع بين جني وانسي؟ الامر تقدر تشوفه بلي بيزار بزاف وغريب، بصح هذا واش راهو يصرا في جبال الاطلس العظيمه في المغرب، واحد المنطقه تبعد مئات الكيلومترات على سطح البحر. راك شايف هذاك المكان اللي يستقصدوه الاف سنويا هي المحكمة، أو بالأحرى أكبر محكمة لفض النزاعات بين الإنس والجن. وهاد البلاصة واسمها ضريح سيدي شمهاروش. حسب الموروث الشعبي المغربي هذا ملك من ملوك الجن واسمه سيدي شمهاروش، يعني طوله سيدي احتراما له واحتراما للمكان التي يتمتع بها. شمهاروش هو أشهر قاضي عادل من قضاة الجن، ويقولوا بلي عنده ما كان حتى إنسي ولا جني يظلم. ماك شايف تما قاع يمد لهم حقهم، وحسب المعتقدات يحكم بينهم بشرع الله. باش توصل للبلاصة هذيك اللي متواجد فيها شمهاروش صعيبة بزاف بزاف. قال لك لا توجد أي وسيلة من وسائل النقل الحديثة اللي تقدر توصلك لتماك، على خطرك تعرف الطريق صعيبة بزاف، ماشي مقدرونية، مكسرة مخروبة. الوسائل الوحيدة باش توصل لهذ البلاصة هي على ظهور الحمير أو الأحصنة، راك تعرف بالحيوانات، باسكو الرحلة مجهدة للغاية شريكي، تمشي بزاف، تضرب ساعات وساعات باش توصل لهذيك البلاصة. وكي توصل لها راك راح تلوماركي بزاف بزاف الغربان، الغربان جمع غراب، وتسمعهم يعيطوا بزاف. قال لك يلحق العدد تاع الغربان لتماك في هذاك الجبل الى الالاف نورمال. قال لك من داك الاصوات تاع الغربان هذوك ودنك قريب ترطقوهم لك، ومن داك تسمع الهدوء التام حتى تحس روحك راك تهبل. من برا هذيك البلاصه تبان بنيان كيما البنايات كاع، وتشبه شويه للمسجد، اللون الاخضر والابيض طاغي على البلاصه، على خاطر قال لك هذو هما اللونين المفضلين عند شمهاروش هذا. سبحان الله، مما جني كبير وقاضي في المروك يحب اللون الاخضر والابيض، الاحمر ما كانش كاع. وقال لك لي عنده قضيه ما ولا حاب يقصد شمهاروش فيها غير يروح ليه لابس واحد من الالوان هذه على خاطر هما المفضله عنده، وما يقابلكش وكما تكونش لابس هذوك الالوان. كي تدخل البقعه هذه اللي فيها المحكمه كح تحس بلي راك راح تدخل في عفسه غير عاديه، بلي راك مقبل على شيء خارق على العاده وبيزار بزاف. ما قام شمهاروش هدايا ماشي قصر ولا كشافسه، هو برك صخره كبيره محطوطه فوق واحد البنيان هكذا. الحيوط تاع المكان هذيك معمره بالادعيه والايات القرانيه، وتحت الصخره هذيك كاين واحد القبر هكذا مغطي بازار خضر وداير به شموع، كاين شويه اللي شاعله وكاين شويه اللي طافيه. هذاك القبر هو ضريح شمهاروش جوستومون. بصح على حسب الموروث شمهاروش ما ماتش ومازال له حي يرزق، بصح وشنو كبير بزاف في اللاج. وقال لك لا ريزون اللي خدموه على شكل القبر، باسكو تماك وين يدخلوا المتنازعين ويسمع لهم الهضره شمهاروش باش يحكم بيناتهم، خدموه على شكل القبر باش تزيد القدوسيه تاعو. راك فاهم المعتقدات يا جدك. لا ريزون علاش كاين شموع دايرين لتماك، على خاطر البلاصه لتماك ما فيهاش تريسيتي ولا الضو ولا تسمى الشموع هذوك الطريقه الوحيده باش يديروا فيها الكليراج. وزيد اغلب المحاكمات تقام في الليل في اواخر الليل. قدام المحكمه هذيك كاين مذبحه، هذا المذبحه كل ما تروح لها تشوف بلي فيها اثار دماء هكذا حديثه شغل جديده. راك فاهم لتماك علاش يذبحوا القرابين اللي يجوا بها العباد للملك شمهاروش باش يتقربوا بها من الملك شمهاروش هذا، باش يحكم بيناتهم ولا يفصل بيناتهم وبين الجني اللي ساكنه ولك شافسه هكذاك. زيد تقديم القرابين تماك شرط اساسي باش تبدا المحكمه هذيك يعني ولا المحاكمه، راك شايف صينو ما فيهاش. زيد كل ما كانت القضيه اصعب كل ما كانت القرابين اكثر، لي زافوكا تاع عالم الجني. على حسب المعتقدات البنادم اللي يكون مسكون بمجرد ان يدخل لهذاك المقام هذاك يتصرع
يتصرع ويخرج الجن اللي راهو ساكنه ويولي يهضر بلسانه. قالوا كي دار المحاكمه من داك يصرى البرق والرعد وفي احيان اخرى تفوت سخانه 45 دوغري يا جدك. قال لك سلطه شمهاروشيت تتجاوز القضاء، علاش؟ باسكو هو واحد من ملوك الجن السبعه وهو اكبرهم سنا. قال لك يزيدوا يقولوا بلي هو اللي يحكم كاع الجنون اللي كاينين فوق الارض. نفس اللي بيزار ثانيك المحاكم هادوما ما يصراوش غير بالخميس في الليل، خميس برك ما نعرف علاه. وصل ريزون هي باسكو هذا شمهاروش يقولوا عليه بلي قدس الخميس بزاف. كاين هذا المقطع الصغير هدايا اللي قدروا يصوروه، لو سول واحد من لي سول مقاطع اللي سلكوا في التصوير، باسكو قلت لكم التصوير الداخل ممنوع وكلش، سينو نشوفوه ودوك نكملوا الحكايه. هذاك الامر الغريب تانيك، هذا المكان هدايا خاص بالمسلمين فقط، ممنوع على غير المسلمين، كاين بلاكة تماك تقول خاص بالمسلمين. جلسات المحاكمة بيان سور لا يسمح بأي شكل من أشكال التصوير فيها باش ما يعرفوش التفاصيل باش يخلوا السرية تامة إلى آخره. على بها ما كاش بزاف تفاصيل مصورة وما كاش لي فيلم تماك، قلت لكم مقطع فريتكم مقبل هو واحد المقاطع الصغيرة اللي سلكوا. الاسم الكامل تاع شمهاروش يقال بلي هو أبا الوليد محمد شمهارو. أما البلاصة هادي اللي يروحوا لها الناس باش يتحاكموا إلى آخره كانت غير بلاصة كان هاد هذا شمهاروش هذا شغل يعبد فيها ربي، راك شايف يقولوا هكذا. وشنو تحولت فيما بعد الى محكمه عليا هكذا وين يحكم بها هذا الجن بالعدل، راك شايف كيما يقولوا. مش يعرفوا على هذه المحاكمات انه قرارات شمهاروش نهائيه ونافذه، ما كاش طعن فيها كاع، وما تبداش المحاكمه الا على واحد الانغام هكذا تاع واحد الغناء اللي غنيوه واحد دنساو لي ديديكاسا وحياتهم، ماكش ديديا وحياتهم باش يسيرفيو شمهاروش، تما يعزفوا هذيك الجذبه باش تبدا المحاكمه. من بعد شمهاروش يقول كلمته في القضيه مور ما يسمع من الطرفين. كيتباعد شويه كيلومترات على الضريح تشوف واحد الشلالات ويقولوا بلي هاد الشلالات هذيا معمره بالجن، ولي يغتسل بها ولا كش ما يدير يشرب منها ولا يصاب بالمس على بها حتى واحد ما يتجرأ يهبط يعوم ولا يغتسل بها ولا يشرب من تم. وهذه هي قصة الجن صاحب أكبر محكمة قضائية بين الإنس والجن اللي هو شمهاروش. وبيان سير هذه الحكاية كما قلت لكم هي حكاية ما نعرف إذا صح ولا لا، بصح كابابل فري ماشي صح، أنا شخصيا ما نآمنش بها كاع، حتى وإن مثل هذه المعتقدات يعني شرعا محرمة نوعا ما، وهي أمور شركية أيضا والعباد اللي يتواثبوا ويروحوا لهذيك البلاصة وكذا على خطر كاين شمهاروش ويعدل بين كدا وكدا، يعني راهم كاع يشاركوا في الشرك بالله الى اخره. سينون قال العفايس اللي يقولوا هذوك السكان تاع ديك البلاصه بلي كاين امور غريبه تحدث كدا هي سون بروف، على خاطر ما يخلو حتى واحد يفيلمي، تما ما كاش فريمون ادله قاطعه اللي تقول لك واش كاين لتماك. وبيان سير شغل جن مسلم بصح يقدسوه الناس وعنده ضريح ويقدموا له قرانك، شايف شغل يتقربوا به بتضحيه والاخر هذو عفايس شركيه محرمه شرعا، داخل فيها السحر، داخل فيها شعوذه، داخلين فيها عفايس هكذا اللي هما كاع حرام بيان سير. ومن يستعين بالجن والشياطين فقد اشرك بالله شركا اكبر، ونسال الله السلام والعافيه. المهم هذه هي الحكايه اخوتي الاعزاز، عجبتك ابونت واب وكومونتي تحت هذاك، حاب نزيد نحكي لكم كاش حكايه بيزار هكذايا ولا اللي يعرف فيكم كاش حكايه يقول لي اسماء زدر ريشارش عليها باقي نزيد نحكيها. ايوا ابونت واب قريب 200,000 ابوني، ماذا بيا نلحقها عن قريب ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. هذا ما كان، سلام.